مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا الموالية لكأس العالم قطر 2022 في الجولة الثامنة. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط إلا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضاف لهذه المباراة ملعب سايتاما ستاديوم. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة 1:15 توقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 12:15 توقيت القاهرة، و11:15 صباحا بيكون من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة اس اس سبورت اتش دي 7، وأيضا أبو ظبي آسيا 1، أيضا اليوتيوب الاتحاد الآسيوي الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق فهد العتيبي على قناة اس اس سبورت اتش دي 7. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة، وأيضا تفعيل خاصة الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونلتقي معكم في المواعيد المقبلة.